الرحمن الرحيم. ومن ابو راي قروه. صباح الخير اهلا اصوان الكرام. اولا اوجه شكري كابن من ابناء اصوان لسياده المستشار الشافعي. صراحه بقى مستشار وقاضي العدل بقى العدل عنوانه وعدل بالحكم بالنسبه للجهاز الفني القديم. ومساكم الجهاز اهو مع الكابتن الكبير كابتن ربيع ياسين المدرب الدولي مدرب المنتخبات واللاعب السابق منتخب مصر واللي وصل لكأس العالم مع نخبة ممتازة من نجوم مصر. وشرف لأي كابتن من كباتن أسوان إنه يتدرب برضه يكون في الجهاز مع كابتن كبير زي كابتن ربيع ياسين. بس يا ريت سيادة المستشار الشافعي يعني يزيد في كرمه ويعمل لنا حفل تكريم للأبطال وتوزيع جوائز كده حتى جوائز تقليدية شهادات استثمار وشهادات من نادي أسوان على أساس إن اللعيبة يحسوا إنه تعبهم والجهاز الفني إنهم تعبوا بالذات مجموعة الصعيدة يعني مجموعة كبيرة ودي أول مرة تحصل إن نادي أسوان تصعد للممتاز بفارق 17 نقطة. خبرة جوف من مصر قبل كده وصعدوا بالفريق جاي بس هي عليه لحد اخر ماتش محدش عملها الا ابناء اسوان ب 17 نقطة. شكرا سيادة المستشار الشافعي وجميع مجلس ادارة النادي. شكرا.